بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تعتبر الدرس الأول في التعلم على برنامج الجيوميديا بروفيشنال، بعد أن قمنا بالحصول على البرنامج من شركة البيت العراقي أو شركة هكساغون، وحصلنا كذلك على المواد التدريبية الماتيريالز للتريننج والبي دي اف الخاص بالبرنامج الذي يعلمنا على خطوات التعليم عليه خطوة بخطوة، أيضا نحصل عليها من الشركة أو من الهكساغون من الموقع، ثم نباشر بعملية التدريب الآن. وستتضمن هذه المحاضرة الأولى الخطوات التالية، اللي هو Introduction to Geomedia Desktop. وهنا لدينا مجموعة من الاكسرسايزز، راح نحكي بهذه المحاضرة عن الاكسرسايز واحد اللي هي Viewing Data in Geo Workspaces، وهنا لدينا أيضا مجموعة من التاسك، راح نتكلم عن التاسك 1 اللي هو Open Existing Geo Workspace، والتاسك 2 اللي هو Quick Access Toolbar. نأتي للبرنامج، نشغل البرنامج بعد أن قمنا بتنصيبه وتعريف اللايسنس. راح تظهر لنا هذه النافذة وبها ثلاث خيارات: Blank Geo Workspace، أي أننا نبدأ بمشروع جديد، يعني قالب الخارطة راح يكون جديد، نظام الإحداثيات لأول مرة يعرف، وOpen Existing لا، إحنا راح لدينا مشروع نريد أن نكمل العمل على هذا المشروع. طبعا كل مشروع راح يتكون من two files، الفايل الأول اللي هو Geo Workspace اللي هو فضاء العمل وإنتاج الخارطة أو الصورة أو الرسمة ستكون عليه، والفايل الثاني اللي هو راح يكون Warehouse اللي هو Geo Database، طبعا مرتبطين مع بعضهم باعتبارهما بالتالي GIS System. سنختار Open Existing الآن بالتاسك 1، لو ما ظهر عندنا هنا نختار المور، وطبعا تظهر لدينا عادة في النافذة آخر أربع ملفات تم العمل عليها. سنذهب إلى المور من الـ OK أو دبل كليك، ونختار الـ US Sample Data Open. ستظهر لنا هذه الخارطة، تظهر بعض البيانات مفتوحة وأحيانا كل الخارطة مطفأة. بإمكاننا رايت كليك هنا على آخر أيقونة ونقول له Load Data. طبعا سنتعلم كيف راح تكون هذه العملية Load Data وكيف تظهر الخارطة من البداية مفتوحة أو لا. الآن لدينا نافذة خارطة، لأن نتعلم على مكونات البرنامج. التول العلوي للبرنامج Geomedia Professional US Sample Data، هذا يعطيني تايتل البروجكت اللي أعمل عليه. هنا مجموعة الابليكيشنز عبارة عن مجموعة من الريبنز، ريبن للهوم يتضمن Coordinate System، يتضمن Legend، يتضمن المجر، يتضمن الزوم وإلى آخره. المانج داتا يتضمن الداتابيس، الفيتشر داتا، اللايبراري، الكاتيجوري، الاكسترنالز والاوتبوت والانبوت، الاكسبورت والامبورت وإلى آخره. أيضا الاناليسز، عملية التحليل، الفكتر، الرسم والإديتينج، راستر، التعامل مع الصور الفضائية، وهكذا. هذا هو الابليكيشن. لدينا اكسس اخر هذا التولبار اللي هو اسمه كويك اكسس تولبار، هذا ممكن ان يكون هنا، ممكن ان يكون اعلى الريبن، التغيير برايت كليك شو كويك اكسس تولبار above the ribbon، صار above، شو كويك تولبار below the ribbon، صار below the ribbon، نسبة الى رغبة الشخص المستخدم للبرنامج. هذا الكويك اكسس حقيقة يكون كوستومايز تولبار، اضع به كل الادوات اللي راح تسهل لي العمل او التي ساتعامل معها بكثرة. كل الادوات اللي اتعامل معها بكثرة، مثلا الزوم موجود اوريدي، مثلا المجر، رايت كليك، اد تو كويك اكسس، صار المجر موجود، هو لا يزال موجود في مكانه، صار موجود بالكويك اكسس، رايت كليك، ريموف، تمت ازالته. فكل التولز اللي استخدمها بكثرة راح اضعها في هذا الكويك اكسس. ثم عندنا نافذة الليجند، عمود الليجند على يسار الخارطة، والماب ويندو في وسط الشاشة،
وعلى اليمين الاكسبلورر اللي هو يشوفنا الداتابيس اللي عندنا. الاكسبلورر من هنا يظهر ويختفي، تم اطفائه، تم تشغيله من جديد. ناتي الى نافذه الخارطه ماب ويندو، رايت كليك في الفضاء، بامكاني اطفاء النورث ارو وكذلك بامكاني اطفاء السكيل بار، والاحظ انه تم اختفائهم، بقت عندي هذه النافذه. اكثر الاشياء اللي احتاجها هو زوم ان زوم اوت. من هنا زوم ان سيقوم بمضاعفه السكيل، الان لدي السكيل 24000 سيكون 12 بالكليك الاول، الكليك الثاني سيكون 6. بالعكس هنا زوم اوت اعود من 6 الى 12 الى 24 الى 48. لرؤيه كل العمل من هنا فيت اول او رايت كليك في الفضاء واختار الفيت اول. حتى اعود للزوم السابق هنا زوم تو بريفيوس، رجعني الى الزوم السابق للخارطه. ايضا بامكاني استخدام سكرول ماوس للتكبير الى الامام الى الخلف للتصغير، زوم ان زوم اوت. فيت اول ايضا لتكون كل المعلومات امامي وفي مركز النافذه. الليجند اتعرف عليه، في اربعه اعمده للليجند، دعنا نختارهم كل الليجند ورايت كليك نقول لود ديتا، تحميل كافه البيانات. العمود الاول الى اليسار يحتوي على معلومتين، المعلومه الاولى هو سهم الاختيار، والمعلومه الثانيه هو السكيل بار ان وجد او لم يوجد، ثم شكل الفيتشر اذا كان بوليجون او لاين او بوينت او تكست، ثم اسم الفيتشر كلاس اسم اللاير، ثم عدد الفيتشرز في كل فيتشر كلاس. طبعا سناتي الى تفاصيل الليجند في مكان اخر بعد قليل. هذه مقدمه عن واجهه البرنامج وكيف سنقوم بالتعامل معها، وكيف قمنا بفتح ملف خارطة موجودة وعرض البيانات التي فتحناها التي عرضناها وعملية التكبير والتصغير، وأيضا البان بإمكاننا من الضغط على السكرو أو من هنا أيضا، ثم كما قلنا الفيت أول والزوم تو بريفيوس ثم الفيت أول. هذا ما لدينا في التاسكز الواحد والاثنين للبرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المجموعة من الفيديوهات راح نتعرف على برنامج جيوميديا بروفيشنال، وهو برنامج GIS و Spatial Data Analysis منتج من شركة هكساغون. راح نتعرف عليه بالكامل من مصدر البرنامج وطريقة عمله والحصول عليه، ثم إلى كل تفاصيل العمل باستخدام هذا البرنامج، من إنشاء منظومة GIS إلى تحليل البيانات المكانية باستخدام هذا البرنامج. البرنامج جيوميديا بروفيشنال منتج شركة هكساغون. الدخول إلها إلى الموقع hexagongeospatial.com، وهذه طبعا هي عبارة عن جروب لمجموعة شركات تضم الانترغراف والإيرداس واللايكا. بالدخول الى الهكساغون نذهب الى البرودكتس ثم باور بورتفوليو، ثم نختار برنامج الجيوميديا. طبعا راح نلاحظ الكثير من البرامجيات المنتجة من قبل هذه المجموعة من الشركات، وهذه صفحة الجيوميديا، هذه واجهة الجيوميديا، معلومات عن البرنامج، ثم نذهب بعض الفيديوهات والتفاصيل عن البرنامج. من هنا الحصول على البرنامج بالكامل، أو من هنا داونلود والترينينج. الترينينج طبعا راح ينطينا مجموعة من التفاصيل والتدريبية، والداونلود سيذهب بنا إلى هذا المكان. أحيانا إذا كان الدخول لأول مرة نحتاج إلى ملء استمارة، ثم تتضمن الإيميل، سيصلنا إيميل نعمل عليه confirmation، وبعدها نستطيع الدخول إلى هذه القائمة ونختار الجيوميديا ديسكتوب 2020 اللي هو فول برودكت وحجمه حوالي 1.6
جيجا بايت. بعد تنزيل البرنامج سنحصل على ملف مضغوط رار فايل نقوم من خلاله بتنصيب البرنامج. التنصيب سهل جدا، لا يحتاج إلى أي معلومات، ببساطة جدا عملية نيكست نيكست، تتبع خطوات لتنصيب البرنامج على الحاسبة. جهة الترينينج عفوا الإي ترينينج راح تأخذنا إلى هنا، بي دي افات، ملفات للتدريب، ماتيريال وفيديوز ايضا لعملية التدريب. نختار مثلا introduction to geomedia and geoworkspace. سنلاحظ هناك فيديو سيظهر لنا يستغرق حوالي 13 دقيقة او اقل بقليل. هذا الفيديو من شركة هكساغون ويعطينا هذه المقدمة عن البرنامج. الفيديو قابل للتسجيل Save Video As، وتذهب لتسجيل الفيديو في المكان المخصص لتسجيل الفيديوز على حاسبتك. الآن كيفية الحصول بعد أن حصلنا على البرنامج، قمنا بالتنصيب. للعمل على البرنامج نحتاج إلى License، الرخصة للعمل على هذا البرنامج. طبعا الرخص متنوعة، هناك منها تجاري، تعليمي، تدريبي، طلابي، كل واحد بتفاصيله وأسعاره. لنحصل على هذه الرخصة في العراق نستطيع من خلال زيارة موقع شركة البيت العراقي للخرائط الرقمية For Engineering and Digital Maps، وثم مفاتحة الشركة على هذه الإيميلات للحصول أو رقم الهاتف للحصول على رخصة البرنامج، وبالتالي ترخيص المعلومات هي للاستخدامات. هذا البرنامج عند تنصيبه سيقوم بوضع 3 فولدرات على حاسباتنا. هذه الفولدرات الثلاثة ستكون في السي. نحصل على فولدر الأول اللي هو GeoWorkspace، وهنا ستكون لدينا مجموعة الخرائط، و Warehouses ستكون لدينا مجموعة قواعد البيانات، وإضافة إلى Program Files، Hexagon، GeoMedia Professional. هنا ستكون كل التولز والاكسسوارز الخاصة بالبرنامج، من السامبلز، من التمبلتس، من الستايلز، البروجرام، سامبل داتا، وإلى آخره من التفاصيل. الآن هذه المقدمة البسيطة عن البرنامج، عن شركة هكساغون المنتجة له، عن شركة البيت العراقي الوكيل الحصري لهذه الشركة في العراق. ثم بعد ذلك سننتقل إلى التدريب على البرنامج خطوة خطوة وفق مناهج التدريب المعدة من قبل شركة هكساغون.